الأمر الذي بعد ذلك حرص المسلم أن يكف أذاه عن المسلمين. إياك أن تمس مسلما بسوء حتى ولو ظلمك، حتى لو ظلمك اجعل أمرك إلى الله عز وجل. في حديث أبي ذر عندما سأله أي الإيمان أو أي الإسلام أعظم، ثم سأله بعد ذلك عن الرقاب أيها أفضل، ثم انتهى به الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم تجد شيئا، قال أن تكف شرك عن الناس، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. نسأل الله تعالى العافية.